يواصل صندوق العمل تمكين بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وبالسرعة الممكنة لتنفيذ قرار إسناد القطاعات للعديد من المؤسسات والشركات، ومنها الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثرا من تداعيات فيروس كورونا، وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وتسهيل العملية بتقليل المتطلبات التي قد تعرقل استفادة القطاعات الاقتصادية الموجهة إليها الحزمة الجديدة. ضمن منظومة الجهود الوطنية المتواصلة من أجل توحيد المساعي لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لكوفيد-19 وتأثيره على المستوى الاقتصادي، أتى التحرك السريع من قبل صندوق العمل تمكين لإطلاق برنامج دعم استمرارية الأعمال لتخفيف الأثر على العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طبعاً الدعم اللي تقدمه تمكين اليوم للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر هو في إطار تكاملي مع بقية الجهود الوطنية اللي تقدمها المملكة للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس الكورونا. تجربة البحرين لحد الآن الحمد لله لاقت العديد من الإشادات من مختلف الدول والمؤسسات المهتمة بالجوانب الاقتصادية. دعمنا أكثر من 15,600 مؤسسة، تلقينا طلبات من أكثر من 26,000 مؤسسة، وقدمنا الدعم لهذه المؤسسات 15,600 على هيئة دفعات، 3 دفعات، كل دفعة تتراوح ما بين 350 دينار إلى 4000 دينار، أي إجمالي 1050 دينار إلى 12000 دينار. استمرار الدعم للمؤسسات الأكثر تأثراً بمضاعفة الحزمة المالية من قبل صندوق العمل تمكين لـ3 أشهر قادمة ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة للغاية على الشارع التجاري البحريني بشكل عام، ما يدل على قوة ورصانة ومتانة الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية. طبعا في ضوء التوجيهات الملكية السامية وبمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء، المجلس الإدارة أقر حزمة ثانية مستمرة ومتابعة للمرحلة الأولى من برنامج دعم استمرارية الأعمال، يركز على 5 قطاعات. هذه القطاعات نعتبرها هي الأكثر تأثراً نتيجة حق الإجراءات الاحترازية اللي خلتها مملكة البحرين. النقطة الثانية، خلال هذه 3 أشهر إن شاء الله راح يكون في مضاعفة لمبلغ الدعم، فالمؤسسة اللي كانت تستلم مثلا 350 دينار راح تستلم 700 دينار في الشهر، المؤسسة اللي كانت تستلم 1000 دينار راح تستلم 2000، وهلما جرى. والشيء الثالث إن شاء الله ضمن إجراءات المرحلة الثانية، أن بعض المؤسسات اللي يمكن ما كانت ضمن نطاق الدعم في المرحلة الأولى راح يشملها الدعم في المرحلة الثانية، واحنا حاليا بصدد دراسه الطلبات اللي راح يشملها الدعم ان شاء الله بشكل اضافي خلال المرحله الثانيه. طبعا احنا من المستفيدين الاساسيين من برنامج تمكين، والاستفاده هذه من بدء تاسيس مركز وينرز في 2014. تمكين هي عنصر اساسي في نجاح المشروع، والى الان دعم تمكين شيء اساسي في استمراريه اغلب المشاريع بالبحرين ورواد الاعمال. دعم تمكين استمر معنا في ظل هذه الظروف. طبعا احنا بهذا الدعم اللي اعطونا اياه اليوم او هذه الفتره من استطاعتنا ان نواصل في مسيرتنا العمليه. هذه المبادرات والاجراءات الاستباقيه لم تتوقف، حيث اكدت الانسانيه الابويه والحرص الشديد من قبل الحكومه الموقره على حمايه الجميع واحتواء الازمه دون تمييز منذ بداية إجراءات المملكة لمواجهة انتشار كورونا، كما يؤكد على نجاح البحرين في تعاملها مع الفيروس انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتطبيق هذه الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.